بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، اليوم نبتدي درسنا مرة ثانية اللي هو تطبيقات الفيزيائية، هو رياضيات 6 رياضة 366 المستوى الثالث العلمي. هدف الدرس اليوم بناخذ استعمال المشتقات في التطبيقات الفيزيائية. عندي ملاحظات مهمة قبل لا أبتدي، أنا بأخذ هذه الملاحظات وبعدها ببتدي أخذ كل ملاحظة وبأخذ عليها التمارين المناسبة للملاحظة. الملاحظة الأولى، كل من الإزاحة والسرعة والتسارع كمية متجهة. الملاحظة الثانية، إذا عاد الجسم المتحرك إلى نقطة البداية فإن الإزاحة تساوي صفر. الملاحظة اللي بعدها، إذا غير الجسم المتحرك في خط مستقيم اتجاه حركته في لحظة ما فإن سرعة الجسم عند هذه اللحظة تساوي صفر. إذا عدم تسارع الجسم المتحرك في خط مستقيم معناته التسارع يساوي صفر، اللي أمس خذناه أنه هو A تساوي صفر، فإن الجسم إما أن يكون ساكناً أو متحركاً بسرعة منتظمة. إذا كان تسارع جسم متحرك في فترة زمنية موجباً فإن سرعة هذا الجسم في هذه الفترة تكون في تزايد. آخر ملاحظة، إذا كان تسارع جسم متحرك في فترة زمنية سالبة فإن سرعة هذا الجسم تكون في تناقص. بنبدأ الحين أول ملاحظة، وطبعاً كل ملاحظة أنا باخذها باخذ بعدها سيدة مثال عشان نعرف شلون أنا أطبق هذه الملاحظة على المثال. أرجع للملاحظة، إذا عاد الجسم المتحرك إلى نقطة البداية فإن الإزاحة تساوي صفر. ناخذ المثال الأول، إذا كانت العلاقة بين الإزاحة S، وخذنا في الحلقة السابقة أن الإزاحة نرمز لها بالرمز S بالسنتيمترات، والزمن T بالثواني لجسم متحرك في خط مستقيم هي S تساوي 12 T تربيع ناقص T تكعيب، متى يصل الجسم إلى نقطة البداية؟ أنا الحين باي أشوف شلون أنا أقدر أحل هذه المسألة باستخدام هذه الملاحظة. الملاحظة تقول لي أن إذا عاد الجسم المتحرك إلى نقطة البداية فأنا دائما أقول أن الإزاحة تساوي صفر. نرجع حق الشريحة مالتنا، يصل الجسم إلى نقطة البداية عندما S تساوي صفر. أبتدي أخذ الإزاحة اللي عندي اللي هي S، 12 T تربيع ناقص T تكعيب يساوي صفر. الخطوة اللي بعدها عشان أحل هذه المعادلة، أي أشوف أن عندي عامل مشترك اللي هو T تربيع. خذت العامل المشترك T تربيع وخليت ما بقى من الحدود في قوس، بقى عندي 12 ناقص T لأن أنا خذيت T تربيع وبقى عندي T يساوي صفر. باي أخذ كل واحد منهم وبساويه بالصفر، T تربيع تساوي صفر و12 ناقص T تساوي صفر. طبعاً باي بلاحظ أن أنا خذيت T تربيع ويبت لها الجذر التربيعي، معناته يبت لها الجذر التربيعي بتطلع لي قيمة سالبة وقيمة موجبة، لكن أنا بلاحظ في حل أنه فقط باخذ القيمة الموجبة. ليش أنا خذيت القيمة الموجبة؟ لأن أنا ما يصير عندي فترة زمنية بالسالب، فلازم أنا أخذ فقط القيمة الموجبة للزمن. الحين خذيت T تساوي جذر صفر، بلاقي في الخطوة اللي بعدها أن T تساوي صفر. الجهة الثانية اللي هي 12 ناقص T تساوي صفر، نقلت ل 12 وصارت سالب 12، بعدين خذت السالب ووديت الطرف الثاني بالقسمة فصار عندي قيمة ال 12 قيمة موجبة. ألاحظ عندي أن طلعت لي قيمتين للتي، القيمة الأولى تساوي صفر والقيمة الثانية تساوي 12. أنا عارف عندي لما الزمن يكون صفر فأنا توني ببتدي الحركة،
فمدام توني ببتدي الحركة هذه أنا ما بستخدمها، أنا باي أستخدم القيمة الثانية اللي هي تي تساوي 12. فباي أقول يصل الجسم إلى نقطة البداية بعد مرور زمن قدره 12 ثانية اللي هي 12 سكند من بدء الحركة. فأنا أرجع حق سؤالي وأتأكد هل أنا خلصت السؤال أم لا؟ أي أرجع له أشوف متى يصل الجسم إلى نقطة البداية، بذلك أنا انتهيت من السؤال، لأن أحياناً يعطيني في السؤال أكثر من شق، فلازم أنا أتأكد أن أنا حليت جميع الأشياءات المطلوبة عندي في السؤال. الحين بذلك أنا انتهيت من هذا السؤال، أرجع وأخذ مثال ثاني ولكن على ملاحظة أخرى. نأخذ هذه الملاحظة، إذا غير الجسم المتحرك في خط مستقيم اتجاه حركته في لحظة ما فإن سرعة الجسم عند هذه اللحظة تساوي صفر. طبعاً أعزائي الطلبة أنا بلاحظ في هذه الملاحظة أنه هو كتاب لي في خط مستقيم، معنات أن أنا في نفس الخط بغير اتجاهي، يعني أنا ما بروح وباميل، لا في نفس الخط بغير اتجاهي. لما غير اتجاهي في هذه اللحظة بتكون عندي السرعة تساوي صفر. أرجع مرة ثانية للملاحظة اللي عندي وابتدي أحل عليها المثال. إذا كانت العلاقة بين الإزاحة S وعطاني بالسنتيمترات والزمن T بالثواني لجسم متحرك في خط مستقيم هي عطاني S تساوي 12 تي تربيع ناقص تي تكعيب، متى يعكس الجسم اتجاه حركته وأين؟ بيبتدي بياخذ الإزاحة تساوي 12 تي تربيع ناقص تي تكعيب، بوجد السرعة ونفس ما خذيت في الحلقة السابقة أن السرعة عشان أوجدها أجيب مشتقة الإزاحة وهي المشتقة الأولى، بقول 12 في 2 يعطيني 24، الاثنين اللي هي الأس بطرح منها واحد فيعطيني تي ناقص 3 في 1، لأن معامل تي تكعيب الحين أنا عندي واحد، فثلاثة في واحد يعطيني 3، طبعا التكعيب بطرح منه واحد فيعطيني 2. الحين بيشوف الجسم يعكس اتجاه حركته، متى يعكس اتجاه حركته؟ من الملاحظة اللي عندي أنه يعكس اتجاه حركته عندما تكون السرعة تساوي صفر. بأخذ المشتقة الأولى اللي أنا اشتقيتها وأساويها بالصفر، أبتدي أحلها. أول شيء بلاحظ أن أنا عندي عامل مشترك بين 24 والثلاثة اللي هي 3، وعندي بين التي والتي تربيع العامل المشترك اللي هو تي. ما بقى من الحدود برجع أحطه في القوس، بقى عندي 24 بقسمها على 3 يعني معناته بقى عندي 8، والتي أنا خذيتها عامل مشترك فما بقى عندي من الحد الأول أي شيء. بروح للحد الثاني، أنا خذيت 3 عامل مشترك معناته الإشارة السالبة تنزل نفس ما هي. تي تربيع أنا خذيت منها تي فبقت عندي تي واحدة يساوي صفر. بنفس الطريقة للمثال السابق باخذ 3T وبساويه بالصفر، و8 ناقص T يساوي صفر. طبعاً 3T أنا عارف أن أي عدد مضروب في المتغير دائماً أوديه بالقسمة، فصفر قسمة أي عدد يعطيني صفر، فعندي هنا أنا من كذي كتبت تي تساوي صفر عند بدء الحركة، وإحنا أخذناه في المثال السابق أن لما تي تساوي صفر عند بداية الحركة، فأنا ما أحتاج هذه الجزء، أنا اللي أحتاج الجزء الثاني. فيكمل عندي الحين في المثال ألاقي 8 ناقص تي يساوي صفر، بيصير عندي أن 8 لأنها موجبة انتقلت وصارت سالبة، بعدين السالب اللي مع تي هو عبارة عن سالب واحد مضروب في تي، فأنا نقلته بالقسمة، لأن نقلته بالقسمة فسالب 8 قسمة سالب واحد إشارتين سالبتين قسمة بعض يعطيني موجب، فطلعت التي عندي موجبة تساوي 8. الحين أرجع للسؤال، متى يعكس الجسم اتجاه حركته؟ بقول يعكس الجسم اتجاه حركته بعد مرور 8 ثواني من بدء الحركة، ويكون
باخذ الإزاحة وبعوض عن كل تي بثمانية. 12 في تي تربيع ناقص تي تكعيب، فأنا بشيل كل تي وبحط ثمانية، أدخلها في الكلكوليتر فتطلع عندي 256 سنتيمتر. وأنا أكدت على الوحدة في الحلقة السابقة أن لازم أكتب الوحدة على حسب اللي هو عطاني إياه، فأنا بلاحظ أن عندي في السؤال أن عطاني الإزاحة بالسنتيمترات، لذلك أنا حطيت أن الإزاحة بالسنتيمتر. يعكس الجسم اتجاه حركته بعد قطع مسافة 256 سنتيمتر. فأرجع للسؤال أتأكد، هل أنا انتهيت من السؤال؟ كاتب لي متى يعكس الجسم اتجاه حركته، متى يعني يبي زمن، فأنا قلت له عن 8 ثواني في البداية، وبعدين وأين هني في النهاية قلت يعكس الجسم اتجاه حركته بعد قطع مسافة 256 سنتيمتر. قبل لا أروح للمثال اللي بعده أتأكد أن أنا خلاص ألميت بهذه المثال، فأي أشوف مثال ثاني على نفس الملاحظة. أخذ ذي المثال، مثال ثلاثة، قذف جسم رأسيا إلى أعلى وكانت العلاقة بين ارتفاعه S تساوي 96 تي ناقص 16 تي تربيع بالأمتار عن سطح الأرض، والزمن بالثواني هي تي. أوجدي كل مما يأتي. عطاني سؤالين، السؤال الأول زمن وصول الجسم إلى أقصى ارتفاع، السؤال الثاني مجموعة قيم تي التي تكون السرعة عندها أكبر من الصفر، وعطاني في السؤال حيث تي أكبر من أو تساوي صفر. أعزائي الطلبة بلاحظ في الجزء الثاني أنه حط لي حيث تي أكبر من أو يساوي الصفر. دائماً أنا حتى لو ما حط لي هذه الملاحظة أنا عارف أن الزمن مستحيل يكون بالسالب، فحتى لو ما حطها لي أنا عارف أن الزمن دائماً قيمته قيمة موجبة. نرجع للسؤال مالنا ونبتدي نحل. أخذ الإزاحة وأقول S تساوي 96 تي ناقص 16 تي تربيع. عشان أوجد السرعة بجيب المشتقة الأولى للإزاحة، فتصير عندي V تساوي اللي هي السرعة تساوي 96 تي. أمس في الحلقة السابقة خذيت أن دائماً 96 تي لأن الأس بواحد فقط أخذ المعامل مشتقته، فيطلع عندي 96 ناقص 16 في 2 يعطيني 32 تي تربيع، الأس أطرح منه 1 في 2 ناقص 1 يعطيني 1. أي أشوف هني عند أقصى ارتفاع تكون السرعة تساوي 0. أنا ليش قلت السرعة تساوي 0؟ عندي في السؤال قال لي قذف جسم رأسيا، يعني أنا رميت الجسم لأعلى. في هذا الوقت قال لي في السؤال زمن وصول الجسم إلى أقصى ارتفاع، وبعدين بيسقط الجسم، فلما يسقط الجسم معناته أنا غيرت اتجاهي. غير الجسم اتجاهه، وإحنا قلنا من الملاحظة لما يغير الجسم اتجاهه تكون السرعة تساوي 0. لذلك أنا استفدت من الملاحظة في حل هذه السؤال، دائماً لما أقذف جسم لأعلى ويوصل لأقصى ارتفاع ويغير اتجاهه تصير عندي السرعة هنا تساوي 0. أرجع للسؤال، خذيت السرعة وساويتها بالصفر. طبعاً خلاص إحنا عرفنا شلون نحل المعادلة من قبل، أنا دايركت حليت ونقلت المتغير الأعداد اللي عندي، وبقى عندي تي تساوي 3 سكند اللي هي الثواني، بعدين أي أن الجسم يصل إلى أقصى ارتفاع بعد زمن قدره 3 ثواني، وما انسى وحدة القياس اللي هي الثواني اللي أنا حطيتها السكند. ننتقل للجزء الثاني من السؤال، مجموعة قيم تي التي تكون السرعة عندها أكبر من الصفر، بروح أقول السرعة أكبر من الصفر. طبعاً السرعة أنا طلعتها في الجزء الأول، الحين باي فقط أقول أنها هي أكبر من الصفر. أنقل 96 طبعاً لأنها موجبة بتنتقل سالبة، وبلاقي أن في إشارة سالبة يام 32 لأنها بالضرب،
فلما أنقلها ايش بيصير عندي؟ بلاحظ أن المتباينة انعكست. شنو يعني انعكست؟ هي كانت أكبر، فلما تنقلين إشارة سالبة هي ضرب ونقلتيها بالقسمة، دائما المتباينة تنعكس، فهي بدال أكبر بيصير عندي أصغر من. بعدين أقسم الطرفين على 32 فبيصير عندي تي أصغر من 3. أحط يمها ملاحظة اللي خذيتها في السؤال، اللي عطاني إياها في السؤال، سواء عطاك إياها أو ما عطاك إياها لازم أكتبها. فباي بقول تي أكبر من أو يساوي الصفر. الحين مجموعة قيم تي التي تكون عندها السرعة أكبر من الصفر هي، حطيت من الصفر إلى 3. ليش حطيت فترة مغلقة عند الصفر وفترة مفتوحة عند 3؟ لأن أنا في السؤال عطاني تي أكبر من أو يساوي الصفر، ولو ما عطاك إياها أنا دائما أعرف الزمن موجب أو صفر، فأنا حط هني فترة مغلقة عند الصفر. وليش حطيت عند 3 فترة مفتوحة؟ لأن أنا عارف متعلمة من قبل أن المتباينة إذا ما فيها يساوي دائما تكون الفترة مفتوحة، لذلك أنا حطيت عندي الفترة مفتوحة. فلما أرجع للسؤال بلاحظ أن أنا حليت السؤالين اللي عندي، خلاص انتهى ذي السؤال وأقدر أنتقل إلى سؤال ثاني. بشوف عندي الملاحظة الرابعة، إذا انعدم تسارع الجسم المتحرك في خط مستقيم، وقلت أنا في الحلقة السابقة أن التسارع هو A، فعندي انعدام التسارع معناته A تساوي صفر، فإن الجسم إما أن يكون ساكناً أو متحركاً بسرعة منتظمة. نشوف المثال، يتحرك جسم في خط مستقيم بحيث كانت العلاقة بين الإزاحة S بالسنتيمترات والزمن T بالثواني هي، عطاني S تساوي T تكعيب ناقص 3 T تربيع زائد 5 T زائد 4. أوجد كل من المسافة التي يقطعها الجسم وسرعته عندما ينعدم التسارع. فأنا بلاحظ من السؤال اللي عطاني إياه الملاحظة اللي أنا أقدر أستخدمها، مدام قالي في النهاية عندما ينعدم التسارع معناته A تساوي صفر. عشان أوجد A أتذكر العلاقة اللي أنا أخذتها في الحلقة السابقة شلون أطلعها، وبذلك ببتدي أحل أنا تمريني. أرجع للتمرين، أقول S تساوي T تكعيب ناقص 3 T تربيع زائد 5 T زائد 4. السرعة هي المشتقة الأولى للإزاحة. طبعاً شلون أشتق؟ أخذ الثلاثة ضرب الواحد اللي هو T تكعيب، المعامل له واحد، فثلاثة في واحد يعطيني ثلاثة. T تكعيب بأخذ الثلاثة بطرح منها واحد فبتصير تربيع. أنتقل للحد الثاني، سالب 3 تي تربيع، بقول سالب 3 في 2 بيعطيني سالب 6. تي باخذ التربيع بطرح منه واحد فبيصير عندي تي زائد 5 تي. خذيت في الحلقة السابقة أن لما يكون عندي زائد 5 تي المتغير أسه واحد، فقط أنا آخذ المعامل له هو يكون اشتقاقه. فبلاحظ أن لما أحل أتأكد أسس المتغيرات اللي عندي. نرجع للسؤال، فيصير عندي سال زائد 5 تي مشتقتها 5 وزائد 4 لأنها عدد ثابت دائما مشتقتها بصفر. الحين أنا أطلع التسارع. التسارع هو المشتقة الأولى للسرعة، أقول يساوي 3 في 2 لأن أنا عندي السرعة صارت 3 تي تربيع ناقص 6 تي زائد 5، فأي أطلع التسارع 3 في 2 6 والأس بطرح منه 1 فيصير 1 ويصير 6 تي ناقص 6 تي. خذينا لما يكون الأس 1 فأنا فقط أحط المعامل اللي هو سالب 6 زائد 5 اللي هو العدد الثابت يصير مشتقته بصفر. الحين أشوف عندما ينعدم التسارع هالجزء اللي أنا أبي، عندما ينعدم التسارع معناته أخذ التسارع وأساويه بصفر،
فباي بقول أحل هذه المعادلة بأخذ السالب 6 أوديها الطرف الثالث تصير موجب 6، بعدين أقسم الطرفين على 6 فيعطيني 1 سكند، وأنا قلت من قبل أن الوحدة لازم أكتبها، لذلك أنا حطيت السكند. الحين برجع للإزاحة وبعوض عن الزمن بواحد. الإزاحة اللي هي S تساوي تي تكعيب عوضت عنها بواحد تكعيب سالب 3 تي تربيع معناته 1 تربيع زائد 5 تي في 1 بدال التي زائد 4، أدخلها في الكلكوليتر فتطلع عندي تساوي 7 سنتي متر، وهني رديت حطيت وحدة القياس ما انساها لأن الإزاحة اللي عندي بالسنتي مترات. أقول السرعة تساوي أخذ السرعة اللي أنا طلعتها قبل شوي اللي هي 3 تي تربيع ناقص 6 تي زائد 5، أشيل كل تي وأحط بدالها 1، فتطلع السرعة عندي 2 سنتيمتر لكل سكند. وليش أنا حطيت الوحدة سنتيمتر لكل سكند؟ لأن أنا قلت السرعة هي المشتقة الأولى، معناتها المشتقة الأولى عندي بشتق الإزاحة، وبالنسبة للزمن لذلك أنا حطيت سنتيمتر لكل سكند. أرجع للسؤال أتأكد أن أنا هل حليته كامل أو جدي كل من المسافة التي يقطعها الجسم وسرعته عندما ينعدم التسارع، فأنا وجدت المسافة والسرعة. خلصت من هذه المثال، أنتقل للجزء التالي. بنتقل إلى هذه المثال. يتحرك جسم في خط وفقا للعلاقة S اللي هي الإزاحة تساوي FT. أنا هني عطاني في السؤال FT وما خاف أن أنا شفت FT، ليش؟ هي S هي عبارة عن المعادلة للمتغير T، فقط أنه هو بيّن لي من هي الإزاحة بالنسبة حق أي متغير. بقول يساوي ثلث T تكعيب ناقص 2 T تربيع زائد 3 T، حيث الإزاحة S تقاس بالأمتار M والزمن T بالثواني سكند. أوجد التسارع A عندما تكون السرعة V مساوية للصفر. أخذ المعادلة اللي عندي اللي هي الإزاحة، بعدين أبتدي أطلع السرعة. السرعة تساوي المشتقة الأولى، وبلاحظ هني أن أنا وأنا أحل حطيت رمز ثاني. ليش؟ لأنه عطاني في السؤال المعادلة FT، وأنا عارف من قبل في الدروس السابقة شلون أنا أرمز لرمز المعادلة اللي عندي لما أشتقها، فأنا حطيتها مشتقة الF تساوي بيقول 3 في ثلث بالآلة الحاسبة، حتى لو بدون آلة حاسبة أنا عارف أن 3 في ثلث واحدة في المقام واحدة في البسط، فأختصرهم فيصير عندي 1 تي تربيع لأن الأس 3 طرحت منه 1 فصار 2، بعدين سالب 2 في 2 يعطيني سالب 4 تي تربيع طرحت من التربيع 1 فصار عندي تي زائد 3 تي عندي. فقط آخذ المعامل لأن قلت الأس عندي بواحد، ففقط آخذ اللي هي 3. بعدها أي آخذ التسارع، التسارع هو اشتقاق السرعة. لاحظة عندي في الدرس السابق خذيت أن لما أوجد التسارع أي أشتاق من السرعة، معناته اشتاق السرعة أوريدي أنا السرعة اشتقيت فيها الإزاحة، يعني معناته أنا اشتقيت مرتين عشان أوصل للتسارع. لذلك في هذا المثال بتلاحظ أن أنا كتبت الرمز المشتقة الثانية يساوي تي تربيع مشتقة 2 في 1 2 تي تربيع بطرح من الأس 1 فتصير تي ناقص 4 تي بتصير سالب 4 زائد 3 لأنها عدد ثابت مشتقته بصفر. كملت هذه الجزء أي أقول عندما تكون السرعة مساوية للصفر اللي أعطاني في السؤال أخذ السرعة وأساويها بالصفر. بلاحظ أن السرعة هني عندي المعادلة هي كثيرات الحدود، وإحنا خذينا في الدروس السابقة شلون أنا أحلل كثيرات الحدود. تحليلي حق كثيرات الحدود أن أنا أفتح قوسين، فأرجع للمثال بلاقي أن أنا فتحت قوسين
بديت خذيت تحليل الحد الأول تي تربيع، فهو تي والقوس الثاني بحط فيه تي، بعدين ثلاثة تحليلها ثلاثة في واحد اللي هو الحد الثالث أخذه وحلله، عبارة عن ثلاثة في واحد. بلاحظ عندي إشارة الحد الثالث اللي أنا حللته موجبة. على أي أساس أنا أحط الإشارات مال الأقواس؟ على أساس الحد الأوسط. قلنا من في الدروس السابقة أن لما يكون الحد الثالث موجب اللي يحسم لي إياه الإشارات مالت الأقواس اللي هو الحد الأوسط، فبلاقي هل الحد الأوسط سالب أو الحد الأوسط موجب. بلاحظ في مثالي أن الحد الأوسط سالب، لذلك أنا حطيت في القوسين سالب. زين، هل ذي منطقي ولا لا؟ بلاقي أن نعم منطقي. ليش؟ لما أضرب سالب ثلاثة في سالب واحد يعطيني موجب ثلاثة. زين، أنا بتأكد هل أنا تحليلي صح ولا لا، لأن أنا عندي أعداد تتحلل لأكثر من طريقة. يعني مثلا عندي 16 تتحلل إلى 8 في 2 وإلى 16 في 1، أنا شلون أعرف أن أنا اختاريت العددين الصحيحين؟ أشوف شلون اختاريت العددين الصحيحين، أرجع حق المثال بلاقي أن القوسين اللي عندي باخذ الحد الثاني من القوس الأول مع الحد الأول من القوس الثاني وأضربهم فيطلع سالب ثلاثة تي، بعدين أضرب الحد الأول من القوس الأول ضرب الحد الثاني من القوس الثاني يطلع لي سالب تي، لما أجمعهم يطلع لي سالب أربعة تي، فمعناته طلع لي إجابة الحد الأوسط. لما يطلع لي إجابة الحد الأوسط فأنا عندي تحليل صحيح، لكن لما يطلع إجابتي غير الإجابة اللي عندي للحد الأوسط أروح وأغير العددين اللي أنا خذيتهم. خلاص نرجع للسؤال، فباي هني بقول تي ناقص ثلاثة تساوي صفر القوس الأول، أو تي ناقص واحد يساوي صفر. خلني أخذ الجزء الأول، تي ناقص ثلاثة يساوي صفر، بانقل السالب ثلاثة فبتصير موجب ثلاثة، بعدين باخذ القوس الثاني وبساويه بالصفر، ونفس الشيء بانقل سالب واحد فبتصير موجب واحد. ولاحظوا ان هنا انا حطيت وحدة القياس وما نسيت اللي هي السكن، اي ان السرعة اللي هي v تساوي صفر بعد مرور ثانية واحدة اللي هي واحد سكند او ثلاث ثواني 3 سكند من بدء الحركة. أرجع حق من التسارع، لأنه هو قال لي أوجد التسارع عندما تكون السرعة تساوي صفر، فبرجع للتسارع بعوض مرة بالزمن بواحد ومرة بالزمن بثلاثة. لما عوض عن الزمن بواحد فبيصير عندي يساوي سالب اثنين، ولما أعوض في التسارع اللي أنا طلعته اللي هو 2t minus 4 بالt فبيطلع لي يساوي اثنين. وصلنا لختام هذا المثال، فقط أبيكم تعرفون من المثال اللي حليناه أي ملاحظة اختاريت، بلاقي أن التسارع يساوي سالب 2 والتسارع عند الثلاثة يساوي 2، معناته لما يكون التسارع بقيمة سالبة تكون السرعة متناقصة، ولما يكون التسارع قيمة موجبة تكون السرعة متزايدة. وبذي أنا خلصت مثالي وانتهى الدرس. شكرا لحسن استماعكم، نرجو للجميع النجاح والتوفيق.